من اللاعبين اللي كانوا طبعا لهم مكانه خاصه عند الجمهور، لاعبين ملتزمين اسمهم ما كانش مصاحب لاي مشكلات داخل الملعب، لاعبين ملتزمين بتكليفات الاجهزه الفنيه اللي عملوا او شاركوا في المباريات والبطولات تحت قيادتها. مشواره كلاعب كان متميز جدا، ظهوره وتالقه ووصوله للدرجه الاولى او للفريق الاول في نادي المقاولون العرب، اسمه كان بيتدرج بقوه في مراحل مختلفه في الناشئين في نادي المقاولون، حتى كمان لفت الانظار كلاعب من افضل المدافعين في الدوري المصري، وده طبعا سبب رغبه ملحه في التعاقد معاه من المسؤولين في الوقت ده في النادي الاهلي، وحقق تجربه نجاح كبيره وشارك في تحقيق عدد من البطولات مع زملائه من النجوم واللاعبين في صفوف الفريق الاول في النادي الاهلي قبل ما ينتهي مشواره مع النادي الاهلي ويعود لبيته نادي المقاولون العرب مره اخرى ويختتم مشواره الكروي هناك. هنتكلم النهارده مع ضيفنا المدافع المتميز سابقا في صفوف النادي الاهلي وفي صفوف المقاولون العرب والمنتخب الوطني الكابتن رامي عادل. مساء الخير يا كابتن رامي. مساء الخير استاذ، سعداء بوجودك معانا النهارده. انا ساسعد والله بوجودي معاكم في قناه النادي الاهلي طبعا، وفي بيتك كمان، لانك أكيد من اللاعبين اللي لهم مكانه خاصه. في ناس انتقلوا للنادي الاهلي من انديه اخرى وربما ما انتهاش مشوارهم داخل الملاعب في النادي الاهلي، لكن فضلوا مرتبطين بالنادي ده، بالكيان، بالمسؤولين، بالجمهور. اكيد انا على طول بعتبر نفسي ابن من ابناء النادي الاهلي طبعا. الاول طبعا نادي المقاولين طبعا هو بيتي الاول طبعا، وبعتبر النادي الاهلي هو بيتي زيه زي نادي المقاولين بالظبط، لان انا طول عمري راجل اهلاوي من بيت اهلاوي، فما حسيتش ان انا غريب عن النادي الاهلي خالص، ونادي ارتبطت بيه طبعا كل حاجه كويسه، فطبعا ده بيتي طبعا يعني زيه زي نادي المقاولين بالظبط. هنتكلم عن مشوارك سواء مع الاهلي او مع المقاولون العرب، مشوارك هتروح فين الفتره الجايه، مجال العمل، هل هتتجه للتدريب او لاي مجال اخر؟ اللاعبين المحترفين دايما بعد نهايه مشوارهم بيركزوا عليه، لكن بعد ما نتابع معاكم مع مشاهدينا هذا التقرير. رامي عادل طبعا كان مدافع كويس جدا، كان بيلعب ظهير ثالث، وكان لعب في الاهلي طبعا فتره، ولعب في المقاولين العرب، كان مستواه كان كويس جدا يعني، نذكره بكل خير يعني. كان دفاع وكان مجتهد وكان لاعب ممتاز، ده اللي اقدر اقوله، وربنا وفقه، مش راح المقاولين بعد كده، وتاني راح تقريبا اتنقل تاني كذا نادي، وفي كل نادي بيروح بيثبت وجوده. رامي عادل كان مدافع قوي جدا، كان برضو بيعرف يجيب جوال يهدف مع ان هو اساسا مدافع، ولعب مع المنتخب المصري وكان ليه دور فعال. كان لاعب كويس جدا، من المدافعين القويين جدا، كان رجله كويسه جدا على الجون، كان بيشوط شوط كويسه يعني، وهو راح كذا فريق كويس جدا، هو لعيب ممتاز بصراحه. كابتن رامي عادل، كلمنا عن مرحلة دخولك، أول يوم لك داخل النادي الأهلي ومع الفريق الأول في النادي الأهلي، فاكر اليوم ده إزاي بعد التعاقد معك؟ أكيد طبعا كان يوم مميز بالنسبة لي جدا، وطبعا بتبقى حلم لأي حد طبعا يدخل النادي الأهلي. أنا طول عمري راجل أهلاوي زي ما قلت لك قبل كده، وتربيت في نادي المقاولين، بس نادي الأهلي ده عندي في حتة تانية خالص طبعا. كابتن حسام البدري كان كلمني وانا في نادي المقاولين، احنا كنا درجه تانية ساعتها. انا سبحان الله انا جيت فتره كده كنت يعني كنت على طول في منتخب الشباب طول عمري وانا صغير، بلعب اساسي في المنتخب الاولمبي مع فريق اكبر مني، ما كانش سني ما كانش ليهم منتخب اولمبي، فروحت مع الفريق الاكبر مني، الجيل الاكبر مني، كنت بلعب اساسي برضو معاهم فتره. وانا في الدرجه الثانيه رحت. المواصفات البدنيه والطول بيدي بعض اللاعبين المتميزين الميزه دي، اكيد بيحتاجوه في فرق اكبر منه سنا. اكيد كمان. اكيد طبعا. فانا جيت قعدت مع نفسي كده فتره، قعدت اقول انا هل ان انا هبقى لعيب خلاص، ان انا في نادي المقاولين وده طموحي وافضل عايش في نادي المقاولين خلاص يعني لحد ما اعتزل، لحد ما اعتزل وخلاص، ولا هيبقى في حاجه ثانيه بالنسبه لي. فانا وقفت مع نفسي وقفه كده قلت لا، انا لازم يبقى في حاجه تانية في حياتي مختلفه يعني، لازم عندي الطموح يعلى شويه عن كده. ف
فقعدت اقول ليه الواحد ما يروحش النادي الاهلي، يعني ليه الواحد يحاول يثبت نفسه اكتر شويه ويشتغل على نفسه اكتر شويه من كده ويروح النادي الاهلي. بالفعل كنا في الدرجه الثانيه ساعتها، وكابتن حسام بدري كلمني قال لي يا رامي احنا هنيجي نتفرج عليك في ماتش كان تقريبا بنلعب بتروجيت في السويس حاجه زي كده، وجه هو الجهاز الفني كله، جه مستر مانويل وجه كابتن احمد ناجي وجه كابتن حسام بدري، وكنت شايفهم في المدرجات طبعا، وعملت ماتش تقريبا عادي يعني ما كنتش كويس قوي، كنت عادي. لانك اكيد متاثر شويه بينهم اكيد طبعا. انا شايفهم انا بلعب في الملعب وشايفهم قاعد وبتاع، فالدنيا طبعا بالكهرباء يعني. فبعد الماتش كلمني كابتن حسام وقال لي هقابلك في الحته الفلانيه وهنروح لكابتن خطيب في النادي الاهلي وهنقعد معاه نمضي عقود وكده. فطبعا كان يوم بالنسبه لي طبعا حاجه يعني حتى قبل المباراه دي كانوا مقررين التعاقد معاك، يعني كانت بس لمسه كده اخيره ان هم يشوفوك في الماتش ده. انت كمدرب طبعا بتبقى فاهم ونظرتك كويسه في اللعيب، مش هتبقى جاي تشوف لعيب من ماتش هتحكم عليه اكيد. هم طبعا خلاص واخدين قرار اكيد طبعا. انت بتشوف بس يعني حاجه كده اللمسات الاخيره يعني بس. فبالفعل يعني رحت مع كابتن حسام بدري، قعدت مع كابتن محمود الخطيب، مضيت مع العقود طبعا بالنسبه لي. طب قول لنا بصراحه، لو حاولت اخد منك كده اعتراف اليوم ده، هل حاولت تقدم رامي عادل بشكل مبالغ فيه بقى، عايز امسك الكره اكتر شويه، عايز اشوط اكتر شويه، عايز اوري كنترول يعني في الماتش دوت؟ وهم قاعدين بيتفرجوا عليه. لا خالص. انا حبيت ابقى طبيعي جدا. وبعدين قلت لك الحمد لله انا ما كانش اسمي صغير، احنا كنا درجه ثانيه السنه دي، كنا في الدرجه الثانيه، بس قبليها كنت في منتخب زي ما انا قلت لك منتخب الشباب على طول بلعب، منتخب اولمبي بلعب، فالحمد لله اسمه كان كويس. فمش لعيب، لا واسمك كان بيتقال يعني فتره قبل انتقالك للاهلي كنت من اللاعبين اللي دايما الصحافه بتقول في اخبار عن رغبه الاهلي والتعاقد معاهم، الزمالك بيفكر يعني ان دايما من الاسماء اللي موجوده في بورصه الانتقالات الحديث عنك بالظبط. فالواحد ما كانش عنده الرهبه اللي هي بتاعت برضو، الواحد كان عنده خبرات برضو الحمد لله مش قليله، ما كانش عندي الرهبه ان انا الناس قاعده، كان طبعا ليها رهبه وكل حاجه بس ما كنتش قلقان قوي بنسبه كبيره يعني ان الموضوع مثلا ممكن يحصل فيه حاجه او كده. بس لا ان انا امسك الكره بقى زياده والكلام ده لا كنت طبيعي جدا يعني. ايه اللي اتعلمته يعني؟ كنت لاعب محترف ولاعب دولي زي ما قلت لنا في مراحل مختلفه، لكن بدء المهمه مع جهاز فني في نادي بحجم طموحات وانجازات النادي الاهلي، ايه اللي بدات بقى تكتسبه هناك وانت اصلا لاعب صاحب خبرات؟ ايه اللي اتعلمته في الاهلي؟ بص هو النادي الاهلي طبعا مختلف عن اي نادي في مصر خالص، الموضوع مختلف تماما يعني. انت في اي نادي بتلعب يعني حته برضو ان انت بتخسر بتتعادل، دي حاجه موجوده في اي نادي في مصر غير طبعا نادي الاهلي. انت بتدخل النادي الاهلي مفيش حاجه قدامك غير المكسب، دي طبعا دي اكتر حاجه اكتسبتها. انا حتى بعد ما مشيت النادي الاهلي فضلت متاثر بالموضوع ده فتره كبيره، تلاقيني وانا في اي فرقه خسرانين ومتعادلين بجري بسرعه بحاول اجيب الكوره. ايوه حماسك حتى ازيد من زملائك شويه لو في مشكله. لحد غصب عنك بقى ايه الموضوع عدى سنتين ثلاثه كده بدات ايه تتاقلم على طبيعي بقى خلاص يعني. لكن طول ما انت في النادي الاهلي طبعا الموضوع مختلف تماما، وعايز تكسب على طول، وفي جمهور مستني منك مكسب على طول، ما بيقبلش اصلا غير المكسب وبطولات. فلا دي حاجه طبعا اكتسبتها جدا من النادي الاهلي. هل خدت صدمه في اول مباراه لعبت فيها وانتهت بالخساره؟ مش اول مباراه شاركت فيها، اول مباراه خسرتها وانت في الاهلي، اتصدمت بقى بفرق التعامل مع الهزيمه عن اي تجارب ثانيه؟ طبعا الموضوع كان صعب، وكان فيه هجوم طبعا ساعات كتير جدا من الجماهير، معظمهم طبعا كان اللي هي الشباب الصغير المتحمس ده الالتراس، كان هم بس اللي تلاقيهم مشدودين اكتر شويه طبعا. لكن الناس الكبيره بتبقى طبعا الناس يبقى الموضوع بيتعاملوا مع الموقف بهدوء شويه، لكن طبعا الشباب الصغير ده بيبقى منفعل شويه، انفعالاته بتبقى باينه واضحه شويه. فلا الموضوع كان بيبقى صعب طبعا جدا. طيب جدا. فنياتك كلاعب كمدافع، ايه الحاجات اللي فاكر انها زادت في مستواك الفني او تعلمتها اكتر او فرقت معاك كلاعب كوره محترف بعد انتقالك للاهلي؟ تعلمتها من الجهاز الفني وانت في الاهلي؟ لا بص انا على طول اي حد بيسالني انت يا رامي بالنسبه لك احسن مدرب اتعاملت مع مين في تاريخك كده في حياتك في الكوره، انا على طول بقول مستر مانويل جوزيه، مع اني ماشي معاه برضو يعني انا ماشي من النادي الاهلي تقريبا كانت مشكله شويه في الاخر مع مستر مانويل، بس على طول بتكلم ان الراجل ده احسن مدرب انا اتمرنت معاه. وبعديها بالفعل لما جه يمشي كان كابتن حسام البدري كلمني قال لي يا رامي احنا عاملين حفله لمستر مانويل عشان هو ماشي ولازم تيجي والراجل بيحبك، وفعلا رحت النادي الاهلي وحضرت الحفله، واول ما شافني خدني بالحضن قال لي انا بحبك جدا وانت شخص كويس وبتاع. فلا هو الراجل فنيا انا بالنسبه لي ده يعني انا حتى واخده كده في حياتي ان انا الراجل ده بحاول اقلده في حاجات كتيره جدا يعني. لو دخلت الكارير بتاع اللي هو التدريب دوت في حاجات كتيره جدا
زي ايه؟ ايه المميزات اللي شفتها في شخصيته وفي اسلوبه كمدير فني؟ عنده حاجات فنيه مش عايز اتكلم فيها، يعني مش عايز اقول لك هو كان بيعمل ايه بالظبط في الفنيات، بس في حاجات معينه في التدريب، في حاجات معينه في سيستم لعب هو بيعملها، انا دي هحاول بقدر كبير جدا انها اطبقها. حفظتها بقى، حفظتها وعايز اطبقها، وهي دي كره القدم. يعني انا مش بتكلم على حاجه قديمه، ده هي دي هتفضل لحد ما الـ يعني الدنيا دي تخلص، هي هتبقى في حاجات في اساسيه في كره القدم هو بيحاول يطبقها. غير طبعا الشخصيه بتاعته، طبعا هو كان قريب من اللعيبه كلها جدا، سواء بقى بتلعب ما بتلعبش، احنا الناس كلها كانت تحترمه وبتحبه. طبعا الالتزام، يعني الالتزام مش عايز اتكلم عن الالتزام، لان الالتزام على طول جوه النادي الاهلي، يعني مش غريب على النادي الاهلي موضوع الالتزام، اي حد بيجي غصب عنه بيدخل جوه المنظومه دي. فبس لا، كان راجل طبعا بعزه جدا وبحترمه جدا، وشخصيه جميله يعني جدا. هل سهل عليك مهمه الانتقال انك واحد من اللاعبين الدوليين، كان عندكم مجموعه نجوم في جيلك في المقاولين العرب، وجود النادي في دوري القسم الثاني او الدرجه الثانيه اعتقد بيخلي في رغبه للانتقال لانديه ثانيه عند مجموعه لعيبه متعودين دايما على الاضواء وعلى الممتاز، هل ده ساهم في فكره انتقالك للاهلي؟ شجعك انك تنتقل بسرعه النادي ثاني؟ اكيد طبعا. احنا كمان احنا الفتره اللي هو الكابتن حسام بدري كلمني فيها وجي شافني فيها، كان قرب الموسم يخلص. قبليها احنا في نص الموسم جم كلموا النادي وبعتوا فاكس رسمي للنادي الاهلي ولنادي المقاولين، وكانوا هيدفعوا فلوس، وانا خلاص اصلا عقدي بيخلص مع النادي المقاولين، وبنسبه كبيره مش هنصعد الممتاز. فاتكلمت مع الاداره، يا جماعه انا عايز امشي، والكابتن ساعتها كان مش فاكر مين اللي كان متواجد ساعتها معانا، المدير الغني، كلمت معاه قلت له يا كابتن يسري خلاص احنا مش هنصعد، والناس وانا جاي لنادي الاهلي والنادي المقاولين هيستفاد. النادي المقاولين يعني كان طبعا ليه رغبه غريبه جدا، اي حد كان هيعمل هيقول لك لا ابيع واستفيد. كانوا عايزينك تكمل. قال لك هتكمل، رامي هيكمل معانا. ساعتها الفتره دي احنا لعبنا كاس مصر، وسبحان الله الحمد لله كملنا كاس مصر وخدنا كاس مصر ساعتها، ورحت منتخب مصر ساعتها كان تردلي اللي كان ماسك، رحت وانا درجه ثانيه وخدت كاس مصر وانا درجه ثانيه، ورحت النادي الاهلي، وحسيت سبحان الله قلت دي كانت حاجه خير ليا، ان الواحد برضه عارف لما بتيجي رايح نادي كبير زي دوت بتبقى رايح برضه كبير، يعني انت رايح شكلك في اخر ماتشات لعبتها انت رايح على نجوم طبعا، ناس بتاخد بطولات وناس في منتخب مصر، فانت برضه انت رايح انت في منتخب مصر اصلا اوريدي موجود معاهم في المعسكر، تاني حاجه انت واخد بطوله منهم، فبرضه دي ساعدتني بصراحه، واخد وضعك كلاعب طبعا، ساعدتني في دخول النادي الاهلي، تديلك ثقه وسط مجموعه اللعيبه طبعا. يعني هل اندمجت معاهم بسرعه؟ هل حسيت ان الفريق عايزك تدخل في عجله المباريات والامور الفنيه وانك تتعود عليهم والانسجام في الملعب بسرعه؟ جداً. هل لقيت ده من زمايلك؟ جدا جدا. اقول لك انا طول عمري الحمد لله في المنتخب، فالناس اللي معايا في المنتخب هي اللي معايا في هي اللي انا بقابلها. في فتره برضو قديمه شويه كنت انا ساعتها في منتخب مصر مع كابتن محسن صالح قبل ما نبقى في الدرجه الثانيه مع المقاولين، كان ساعتها كان بركات بقى له 3 شهور معايا في الاوضه في المنتخب، اسلام الشاطر، سيد معوض، الطقم ده كله احنا رحنا تقريبا في سنه واحده مع بعض. فكل الناس دي وعماد النحاس، فما كانش في حاجه، كان رحت انا بقى على شيتوس، امير عبد الحميد كان شيكو موجود، محمد شوقي موجود، وائل جمعه، ابو تريك كان موجود، كل الناس صحابي وحبايبي وحسن مصطفى، انت عارفهم متفاهمين من المنتخب كلنا. طبعا الناس اذا كانوا في جيلي او ناس اكبر مني وعارفهم، فطبعا كان الموضوع لا بالنسبه لي كان الموضوع الحمد لله ما فيهوش، يمكن في انديه في مصر انا رحتها كتير كان الموضوع بالنسبه لي صعب قوي، كنت بدخل لا اقعد على جنب ولسه حاسس انك بره المجموعه بره الجروب، لكن اول ما دخلت النادي الاهلي لا ما حسيتش. مهم قوي بالنسبه للاعب ان طبعًا العجله تدور بسرعه، انه يدخل ويلاقي نفسه بيلعب وبيشارك وخد على اسلوب الجهاز طبعًا الفني. أكيد أكيد. طيب افضل موسم في مشوارك الاحترافي كله كلاعب كوره، افضل بطوله، افضل فتره لرامي عادل كمدافع ولاعب كره محترف حاسس انك اديت فيها بافضل شكل سواء على مستوى المنتخب او النادي الاهلي؟ لا هو افضل فتره يعني افضل حاجه بالنسبه لي طبعا لما كنت في المقاولين خدت كاس مصر، لان يعني طبعا انت تبقى في درجه ثانيه وتاخد كاس مصر، وبعدين احنا لعبنا ماتشات صعبه، احنا لعبنا اسماعيلي قبل النهائي ولعبنا الاهلي في النهائي، مباراتين كبار جدا. طبعا فدي بالنسبه لي دي معلمه شويه. بص انا الحمد لله انا من اللعيبه اللي بحب ابقى متواجد في المعنى، ما شاني من النادي انا كنت ممكن اكمل في النادي الاهلي، بس انا لما حسيت ان انا فرصتي قليله في اللعب انت طبعا، ما هو واضح ان كلامك معناه ان ده كان الخلاف الفني مع مستر مانويل في الوقت ده، انك شايف انك قادر تكمل وعايز تشارك. بالظبط. انا مش بقى من اللعيبه اللي مش بقتنع بالظلم. يعني انا من يعني مثلا اي حد من اللعيبه الصغيره لما يجي كان يتكلم فبقول له على فكره ما فيش مدرب بيظلم لعيب. يعني انا قعدت كتير جدا في النادي الاهلي احتياطي،
بس ما كنتش بقول ان انا مظلوم. كنت لان المدرب على طول عايز يلعب اللي بيكسبه. هو وجهه نظره كده. انا ممكن ابقى ممكن مثلا جوزيه ده كان يمشي مدرب تاني يجي رامي اللي يلعب رامي الاساسي عنده افضل مدافع. فدي وجهه نظر مدرب في الاول في الاخر يعني. فانا من النوع اللي كنت بحب العب واحب ابقى اساسي على طول وعايز ابقى في المنتخب وعندي عملت ده شويه في الاهلي جالك فتره عملت شويه في الاهلي أساسي. بس مش كتير بس مش انا بص انا اول ما دخلت النادي الاهلي رحنا معسكر في المانيا بعد كده طلعنا اسبانيا لعبنا ماتش اوساسونا الماتش ده انا لعبته وكان كل اللعيبه بتلعب كان اسلام الشاطر وعماد النحاس وبركات وكان تقريبا مش فاكر سيد معوض كان ما جاش تقريبا لسه كان كابتن محمود بكر اللي بيذيع الله يرحمه فقال لك الصفقه الوحيده اللي ناجحه في الصفقات الجديده كلها الصفقات الجديده كلها رامي عادل من دون بقى كل اللعيبه اللي كان ساعتها بقى كان بركات جاي مش عارف من السعوديه وكان كان في كده هجمه عليهم كده ان لعيبه انتوا جايبين لعيبه كبيره وجايبين لعيبه مبطله وجايبين مش عارف ايه على اسلام وعماد وبركات والناس دي فكان ساعتها انا لعبت الماتش ده كويس جدا بتاع اوساسونا ده فهو اللي قال الكلمه دي ساعتها جينا رجعنا مصر كنت انا اللي بادئ مع في اللي هي قبل بدايه الدوري خلاص كنت انا اللي هبدا جينا في تمرينه كده مش عارف مستر مانويل كده غلطت غلطه هوب اما غير التشكيل لقيت نفسي بقى قاعد كان عصبي برده هو عصبي جدا طبعا عصبي يعني ف انا زي ما قلت لك كنت ممكن اكمل في النادي الاهلي وارضى ان انا ابقى موجود وكل حاجه بس انا مش ده دماغي مش ده تفكيري ومش ده جالك خالص. وقت بقى تاخد قرار يا اما تشوف رغبه الجهاز الفني في احتياجه لك في المشاركه بالزبط. في الملعب او انك تشوف مكان تاني بالزبط. وكان القرار بانك ما تستكملش مشوارك مع الاهلي بالظبط العوده للمقاولين العرب قول لنا بقى والتجربه بعد خروجك من النادي الاهلي هو انا اصلا خرجت من النادي الاهلي لفيت بقى لفه كده يعني كعب داير كده شويه انا سبحان الله انا خرجت من نادي المقاولين وانا عندي 24 سنه دخلت وانا عندي 8 سنين خرجت منه 24 سنه اول ما خرجت من نادي المقاولين قلت خلاص يعني انا شكلي كده هو المقاولين والاهلي هم دول اللي هلعب فيهم في مصر يعني خرجت من نادي الاهلي 29 سنه لفيت بقى لقيت سبحان الله الدنيا فتحت بقى سنتين مش عارف في الجونه بعد كده رحت سموحة سنتين بعد كده المقصة سنة بعد كده الاتحاد سنة بعد كده رجعت المقاولين 3 سنين ونص طيب أفضلهم من وجهة نظرك مرحلة ما بعد وجودك في النادي الأهلي أفضل تجربة لك فنية في السنين الأخيرة أفضلهم الفترة الأخيرة في نادي المقاولين الفترة الأخيرة في نادي المقاولين كابتن محمد عودة كان شايف فيها كده حاجة غريبة سبحان الله يعني لعبني نص ملعب كنتوا زملاء في الملعب كمان فتره طبعًا. من فترات كان زميلك وجيل كان مميز في الملعب واوضه وكل حاجه يعني كنا مع بعض في الاوضه وكده فهو كان حتى لما كابتن حسن شحاته كان موجود قبل ما كابتن حسن شحاته يمشي لعبني ماتش الجيش ديفندر فاديت في الماتش ده بشكل كويس جدا وهو اللي كان مقتنع بيا في المكان ده فكابتن حسن شحاته مشي كابتن طارق العشري جه رجعني تاني في مدافع مساك بعد ما كابتن طارق مشي وكابتن عودة اللي مسك الفريق ما لعبنيش غير نص ملعب يعني الثلاث سنين اللي قعدتهم معاه ثلاث سنين ونص كان بيلعبني نص ملعب هاف ديفندر هاف ديفندر بس فالفتره دي كانت ماشيه بقى كويس جدا في حته ان انت بتجيب جوال وبتعمل ماتشات كويسه وكانت الناس بتتكلم بشكل كويس عليا في المكان دوت فدي بالنسبه لي كانت بصراحه يعني كانت حاجه حلوه ان هي كان مكان مختلف وقدرت ان انا ادي فيه بشكل كويس الحمد لله يعني. طيب في زميل من زملائك في الملعب لاعب من اللاعبين المتميزين السابقين وكمان كنت زملاء في فتره من الفترات خلينا نشوف مين معانا على التليفون بس عايزينك تستقبل التليفون ده كابتن رامي اتفضل ايوه الو الو سلام طبعا عليك يا محمد عليكم ألو. السلام ورحمه الله وبركاته محمد وحشني جدا انت اكتر كابتن فضل مدير التعاقدات في النادي الاهلي طبعا بنسعد بمشاركتك معانا دايما وبنتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديده مع النادي الاهلي كمان ازيك يا مودي رامي وحشني جدا وربنا يكرمك صوت واطي قوي يعني والله يعني قرار ان انت تبطل ده اتاخر سنين تاخده من 10 سنين ماشي يا مودي لا لا محمد انا عاوز اقول لك على حاجه يمكن دايما لما اللعيب يبطل لازم في حاجات بقى ناس تعرفها رامي من والله العظيم اكتر واحد انا قعدت معاه في الاوضه قعدت يعني قعدنا مع بعض عشنا مع بعض معسكرات بس سموحه تقريبا سنه ونص مع بعض رامي اكتر واحد يعني شفته في حياتي ملتزم ملتزم بجد يعني عارف اول حاجه محترم جدا قعدته حلوه جدا مؤدب جدا
ملتزم، مركز في صحته، مركز في شغله، بيراعي ربنا في شغله جدا، مثال محترم وقدوه للعيبه الصغيره. عمري ما شفته بيتخانق مع حد او يتنرفز على حد او يبقى عصبي كل شويه باحترامه، ده لا بس ساعات بتخانق معاه ان هو بيتعامل باحترام زياده عن اللزوم. طيب ما اعتقد انك راضي عن ده وسعيد بيه، لان طبيعتك كمان يا كابتن فضل كانت كده، كنت لاعب مهذب ما بتحبش المشكلات، ما بتغلطش في حد، كنت محبوب من الجمهور ومن الاعلام، فاعتقد ان ده متوافق مع احترامك وتقديرك لشخصيه كابتن رامي كمان. ده مطلوب طبعا يا محمد، ولكن مطلوب في الحياه العاديه، لكن حياه الكوره في اوقات معينه في مواقف لازم تاخد مواقف لمصلحه الفريق، ممكن تبقى في حد انت بتحبه جدا نفس الوقت هو بيحبك ويحترمك، تدوس عليه فترة من الفترات لمصلحة. طبعا مش بقلة أدب، ولكن بتكلم أكيد مسج قوية شوية تبقى للمصلحة. رامي محترم جدا، رامي زي ما بقول لك سبحان الله قدوة للعيبة الصغيرة، أنا اتعلمت منه كتير، يمكن فرق السن قليل أنا ورامي، يعني أذكر يعني شهور قليلة، لكن لا أنا بصراحة من الناس المحترمة، من الناس اللي أنا اتصرفت أنا لعبت معاها. وباذن الله ربنا يكرمه ويبقى كادر قوي جدا 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 في الرياضه المصريه عموما. طبعا تتمنى يتجه للتدريب ويركز مع التدريب في الفتره الجايه، شايف عنده المواصفات اللي ممكن تخليه مستقبلا مدرب على مستوى عالي. رامي عنده ملكه في التدريب طبعا، بيفهم في الكوره جدا، يعني ممكن تبقى مدير كوره، يعني مدير كرة شاطر جدا، هو عنده الشخصية دي، ملتزم محترم في الوقت، بيعرف يقدر الأمور، مش متسرع، بيعرف يفكر كويس، ولكن هو حابب التدريب جدا من زمان، وأنا بقول له أنت هتبقى مدرب كويس جدا، فني قوي، بيعرف يتعامل مع اللعيبة، عنده الديسيبلين ده مهم جدا يا محمد. الالتزام، عنده الالتزام. عنده الالتزام مهم جدا، وفي نفس الوقت بيطور من نفسه، بيذاكر، بيقعد يتفرج، بيفهم في الكورة. يتابع الولاد الصغيره، يتكلم معاهم، بيديهم نصايح، لعب في انديه كتير. فشايف ان طبيعته الشخصيه، سماته الشخصيه اللي عرفتها خلال زمالتكم في المشوار كلاعبين سواء في الاهلي او منتخب مصر، انه عنده القدرات لو طور نفسه واهل نفسه اكاديميا انه هيبقى مدير فني متميز جدا. طبعا يعني هو كده، وانا عارف ان رامي اصلا هارد وركر، يعني رامي محمد لو اتحط في الحته دي انا عارف ان هو هيشتغل وهيجري وهيبتدي ياخد كورسز ويطور من نفسه جامد جدا. مهم ان انت تجيب حد يكون مثقف ومتعلم وعاوز ينجح. رامي بيملك الصفات دي كلها، فربنا يكرمه في الحياه ان شاء الله. ان شاء الله، واعتقد المناخ مناسب لده يا فضل في الفتره الجايه، احنا متفائلين باختيارات النادي الاهلي، واللي دايما بتحذو حذو انديه كتيره في مصر انه بينزل كمان بمتوسط اعمار الكوادر اللي بيعتمد عليها في مهام فنيه منها مهمه كبيره زي اختيارك نجم شاب من نجوم الكوره السابقين في المنتخب وفي النادي الاهلي في منصب مدير التعاقدات، اعتقد ان ده هيدي حافز لكتير من النجوم في جيلك انهم يبداوا يدوروا على فرص كتيره متاحه لتطوير نفسهم في المجال الرياضي والكروي ان شاء الله. طبعا باذن الله ان شاء الله يا محمد، وبعدين في احنا اتعودنا في الاهلي على حاجه، اللي بره بيخدم الاهلي قبل اللي جوه على فكره. اكيد. متعودين على كده، كلنا بنساعد بعض، الخبره مطلوبه جدا، الكوادر الشابه الطاقه مطلوبه جدا، لازم يبقى في توازن بين الاثنين، خبرات مع التطوير، مع ان انت تبقى عندك الفاشن ده، يبقى عندك الحماس ان انت عاوز تعمل حاجه، كل ده باذن الله ان شاء الله يكون موجود في منظومه النادي الاهلي، وهو احنا متعودين ان هو على طول موجود. وان شاء الله باذن الله يا رب على طول دايما في مزيد من المبادئ والبطولات والتقدم على طول. انا مش هسيبك تختم الاتصال ده طبعا يا كابتن فضل، وهنرجع لنجمنا كابتن رامي عادل بعد انهاء الاتصال معاك للتعليق على كلامك الجميل عنه، وكمان هو يقول لنا ذكرياته مع النجم محمد فضل في ملاعب كره القدم، ولكن طبعا عايزين نحصل منك على اي معلومه متاح انها تخرج دلوقتي للراي العام، للاعلام الرياضي والاعلام الاهلاوي بشكل خاص عن التعاقدات في الفتره الجايه. الجمهور عايز يطمئن، الارتباطات كثيره جدا، الوقت ضيق جدا في الموسم الجديد، والارتباطات الافريقيه تقدر تقول لنا ايه يطمن جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره في مصر عن التعاقدات اللي هتتم في الفتره الجايه ان شاء الله؟ سريعا يا محمد، بس هشرح حاجه للناس يعني سريعا جدا، يعني
القائمه الافريقيه والقائمه المحليه بتحكم ان انت في لعيبه معينه وعدد الاجانب ما تقدرش تزودهم، ده رقم واحد. انت عندك احسن عدد اجانب موجودين، كما ما حصلتش في النادي الاهلي، انت عندك 4 لعيبه اجانب مميزين او 5 لعيبه بمعنى اصح. دي حاجه. عندك السكواد بتاعك لعيبه مصريه قويه جدا كلهم فيهم منتخبات او ناس حتى صغيرين بروميسنج جدا وناس مميزين. انت مش محتاج غير يعني مش هقول لك صفقات، انت محتاج اللي عندك تركز معاه. في مدير فني قوي جدا عنده رؤيه فنيه محترمه، مع مدير فني قوي، مع لجنه كوره جامده جدا. العبره مش بالكم، العبره بالعناصر اللي عندك والكواليتي بتاعت اللعيبه. تستفيد بيها كلها ازاي؟ احنا مش بندخل احنا مش بندخل يا محمد في تنافس، العبره مش ان انا اجري اجيب واحد او اثنين او ثلاثه. في لعيبه لازم الناس تبتدي تركز، جماهير النادي الاهلي احنا عندنا وعي كبير قوي، عندنا خطه ما نقدرش نقعد نتكلم فيها ندخل في تفاصيل معينه مش وقتها دلوقتي. احنا ناس تطمن، ناس تثق. لو بصيت في لجنه الكره هتشوف ان لجنه الكره الناس اللي موجوده يا كابتن خطيبه وكابتن زيزو وكابتن عبد الصادق او كابتن حسام غالي، ناس جامده جدا في الكوره يعني. والباقي كل العناصر الحمد لله في خبرات وفي حماس. لا احنا مركزين جدا، الناس ما تقلقش خالص باذن الله على طول. احنا متعودين ان شاء الله ان احنا بنتعب ما بننامش، والله يا محمد ما بننامش. موفقين ان شاء الله، موفقين ان شاء الله، وكل حاجه هتعلن في موعدها. ووجهه النظر اللي قلتها دلوقتي كمان مطمئنه، ان الخبرات الكبيره الموجوده من اجيال مختلفه من نجوم الكوره في مصر وفي النادي الاهلي، كابتن الخطيب، كابتن زيزو، كابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل، خبرات كبيره بتطمنا، وكابتن علاء عبد الصادق وغيرهم طبعا، ده على سبيل المثال لا الحصر. ان شاء الله تكون مطمئنه ان احنا هنستفيد بقدرات النجوم الموجوده بالشكل الامثل، وان كمان العين اللي بتختار في الفتره الجايه او مجموعه الخبراء اللي بيختاروا اي اسم يضاف للمجموعه الموجوده الكبيره من النجوم في النادي الاهلي هتكون وكابتن علاء طبعا، كابتن علاء واسماء كتير قوي موجوده، اعتقد انها مطمئنه للجميع لخبراتها وتاريخها الكبير. بشكرك يا كابتن محمد، موفق في مهمتك، وبنتمنى لك نجاح كبير في منصبك الجديد كمدير للتعاقدات في النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن محمد فضل. وبالتأكيد ثقة الجمهور بلا حدود، ويكلمنا كمان كابتن رامي عادل عن رأيه في عدد كبير جدا من أصحاب الخبرات الفنية الحاكمة والتي تدير عملية التعاقد والاختيار في النادي الأهلي حاليا. رأيك إيه يا كابتن رامي؟ طبعا زي ما فضل كده قال، الأسماء طبعا كبيرة وكلهم نجوم طبعا، مش عايزين ننسى حد يعني، مش عايز أقول الأسماء عشان ما ننساش حد. طبعا كلهم ناس عندها خبرات عالية جدا، و فزي ما فضل قال الناس ما تقلقش، الناس تطمن من لجنه الكوره. وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يعني قادر ان هو يعني باذن الله يعني هيبقى كويس ان شاء الله. السنه دي هيعمل موسم كويس جدا يعني، الواحد متوقع انه يعمل يعني ان شاء الله الدنيا تتظبط وتبقى احسن، والناس ما تقلقش ان شاء الله، الصبر بس والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله. كمان فضل قال مع حاجه مهمه قوي، هل مريتوا بفترات في النادي الاهلي خلال وجودك مع النادي كلاعب محترف انه في فترات بيبقى فعلا مجلس الاداره ولجنه الكوره والجهاز الفني قانع بالمجموعه اللي عنده، شايف انه مش محتاج لاعبين اكتر، بس عايز بقى يستفيد بكل العناصر دي بافضل شكل؟ بص انا بصراحه الفتره اللي كنت موجود فيها ما كانش ينفع اصلا، انت كنت اللعيب اللي بيدخل اصلا بيدخل بالعافيه. وبعدين في لعيبه جامده جدا كتيره جت ما لعبتش يعني، في ناس كتيره جدا مش اتظلمت مش من مدرب، اتظلمت حظها كان وحش. جيت على لعيبه هتدخل مكان مين؟ يعني انت هتلعب يعني لو عديت ال 11 مفيش، هتدخل مكان مين؟ ما ينفعش تدخل مكان حد. كانت فتره صعبه قوي، وبعدين انت تكسب الماتشات كلها، بتاخد ما شاء الله البطولات كلها، فهيغير مين ولا مين؟ اللي كان بيدخل يا دوبك بيلعب له ماتش ماتشين عقبال ما التاني يرجع. لا القصه كانت صعبه جدا ساعتها يعني. طيب انا هرجع بقى لكلام نجمنا محمد فضل عنك وعن زمالتك ومشوارك كلاعب، وبيقول انه عنده حسابات خاصه جدا لا تنسى عن رامي عادل على المستوى الانساني وعلى مستوى التزامك كلاعب كوره. رايك ايه في الكلام اللي قاله؟ لا فضل طبعا، بص انا عارف فضل من زمان جدا، يمكن علاقتنا ببعض ما كانتش قويه قوي غير الفتره الاخيره. انا كنت في نادي سموحه وهو جالنا في نادي سموحه، قعدنا مع بعض بقى في المعسكرات، عشنا مع بعض قعدنا مع بعض في اوتيل واحد، ما كناش واخدين يعني كنا واخدين زي اوضه كده في اوتيل انا وهو مع بعض على طول فيها.
بناكل ونشرب ونصحى وننام كل حاجه مع بعض يعني. فطبعا علاقتنا قربت جدا الفتره دي ببعض. هو شخصيا بس انتوا كنتوا مع بعض في وقت من الاوقات في الاهلي ولا ما كنتوش في نفس السيزون مع بعض؟ لا ما حضرناش بعض في الاهلي خالص. ما حضرناش بعض في الاهلي خالص ولا في المنتخب يعني. ما تقابلناش حتى في منتخب ولا شباب. انا عارف فضل من زمان وكل حاجه بلعب ضده واحنا في الناشئين عارفين بعض انكم في نفس المجال جداً. لكن كزملاء قربتوا من بعض كاصدقاء في تجربه سموحه بس. بالظبط تجربه سموحه يمكن دي اللي قربتنا جدا من بعض. فالحمد لله الدماغ شويه قريبه من بعض. عارف انا المعلومات عماله تدخل على بعضها دلوقتي لان انت رحت الاهلي من المقاولين. لا ما تقابلتش مع راح من الاهلي ولعب في المقاولين في فتره. فمين انتقل لفين سنه كام؟ الامور دي عماله دلوقتي بحاول اجمعها مع بعضها. ما تقابلتش مع فضل خالص غير في سموحه. الاهلي يمكن تقريبا انا خرجت سنه اعاره ورجعت. كان برضو فضل ما جاش. السنه بقى اللي انا مشيت فيها هو فضل جه النادي الاهلي من الاسماعيلي تقريبا. فضل شخصيه طبعا مش عايز اتكلم يعني. فضل شخص محترم جدا طبعا مثقف فاهم كويس يعني عارف هو بيعمل ايه. فضل يعني دماغه ما شاء الله ربنا يحفظه مرتبة. يعني مرتبه جدا وعارف يعني هو منظم وعارف هو هيعمل ايه يعني. فلا طبعا كانت صداقه طبعا قويه جدا وشخصيه لذيذه طبعا. هو فضل ما شاء الله الناس كلها بتحبه وعلاقته بالناس كلها كويسه. هو جه فتره بس تعبني كده. هو من النوع اللي بيحب يسهر شويه. انا بنام بدري. كان على طول بقى واحنا في سموحه دي احنا قاعدين بقى مع بعض في اوضه واحده يعني. سيبك من المعسكر ماشي خلاص يعني عندنا ماتش هننام. فضل لو هتسهر بعيد عني سيبني انام عشان الماتش مثلا. لكن العيشه بقى العاديه اللي هي الثلاث اربع ايام اللي مفيش ماتشات دولت لا هو بيسهر جدا. يعني انا بنام بيتكلم معاك بقى في مواضيع كتير. انا بنام مثلا الساعه مثلا 10 ولا 11 نايم. هو بقى لا هو الساعه 2 بالليل مثلا بيصحيني رامي اصحى يلا هنقوم هننزل ناكل. يا عم مش عايز اكل. لا يا اصحى هننزل ناكل بس. فكان مرمطني بقى شويه في الفتره الاخيره دي يعني. طيب هو قال كلام مهم انه شايف ان مواصفاتك كلاعب خبراته ومعرفته بيك كلاعب بتقول ان عندك المواصفات اللي لو اشتغلت عليها بشكل علمي واكاديمي انك ممكن تبقى مدير فني كويس جدا. واعتقد انه يحفزك ويحفز جيلك من اللاعبين ان بداوا في انديه كبيره زي النادي الاهلي يختاروا كوادر زي نجمنا كابتن محمد فضل والجيل ده كابتن حسام غالي. المجموعه دي من الشباب لاعبين كانوا لحد وقت قريب قوي في الملعب في مناصب مهمه جدا في امور الكوره. هل شايف نفسك ازاي الفتره الجايه وفي اي مجال من مجالات الكوره تحديدا؟ انا اول ما بطلت في النادي في المقاولين اتكلمت مع مجلس اداره والناس خيرتني بصراحه ان انا اشتغل في الاداره ولا في الحته الفنيه. واخترت المجال الفني يعني التدريب. انا ما اعرفش. انا شايف المدرب شويه بنسبه كبيره جدا يمكن 70% من نجاح المدرب شخصيته. انا دي وجهه نظري في الكوره يعني. مش شايف ان انت محتاج حتة فنية بس. لا اهم حاجة برضو يبقى عندك شخصية قوية عندك التزام. يعني انا بحس ان انا ممكن شوية ابقى ناجح في الحتة دي. الحتة الفنية دي ممكن تيجي يعني. انت ممكن مع الخبرات بقى اللي عندك مع ان انت تتعلم شوية تبدأ تطور نفسك هتيجي. وهتدخل فترة مع فريق او اكتر كمدرب مدرب عام بالزبط. تبدأ توصل لمرحلة مدير فني يعني الخبرات بتتراكم في الوقت ده بالظبط كده. فيعني ان شاء الله انا ده تفكيري. بس عايز برضو الموضوع يجي بشكل كويس يعني. انا مش عايز بصراحة يعني انا بطلت يعني اعتزلت وانا عندي خلاص هتم في شهر 8-39 سنة. فطبعا حتة ان انت تبدأ من تحت قوي. انت عارف انت مثلا لو انت يعني بطلت كوره مثلا 30 سنه زي لعيبه كتير مثلا تبدا بقى تنزل في القطاع الناشئين شويه تمسك لك سنتين ثلاثه وبعد كده تمسك مش عارف مع نادي بره شويه ومش عارف ايه الكلام ده كله. اوكي ماشي مقبول. لكن انا بالنسبه لي الموضوع ما عندكش وقت. انا 40 سنه ده مدير فني يعني 40 سنه. بتفكر دلوقتي فين جيلك في مجال التدريب؟ عاوز ادخل على مرحله قريبه من الجيل بالظبط طبعا. يعني بس ده هتصطدم بيه بعض الانديه. هتقدر ده وهتقول خبراته كلاعب واقترب من ال 40 قبل ما يعتزل. وفي ناس تانية هتقول لك لا انت بيجنر لسه بتبدا اول يوم ليك في التدريب. هتصطدم بالمشكله دي. ما هو طبعا دي عامله لي مشكله فعلا بالفعل يعني. بس انا مستني ان شاء الله ان يعني يبقى في انفراجه كده من اي حد يبقى متفهم القصه ديت ومتفهم ان هو عايز رامي يشتغل معاه في الموضوع دوت وشايف ان رامي هيساعده في المجال دوت. فمستنيها مستني ان شاء الله يعني خير. طيب خلينا نشوف تقرير نسمع فيه معاك ومع مشاهدينا بعض الاراء من اراء الجماهير او تعليقات من الجماهير او تقرير صوتي. لا هنعرف معلومات اكتر عن مشوار نجمنا الكابتن رامي عادل في ملاعب كره القدم حتى نهايه مشواره كلاعب محترف.
هو أحد اللاعبين القلائل الذين جمعوا بين الموهبة الكروية والأخلاق. دافع بكل ما أوتي من قوة عن ألوان النادي الأهلي خلال البطولات المحلية والإفريقية من أجل إعلاء راية النادي الأهلي في عنان السماء. هو المدافع الصلب رامي عادل، ولد في 18 أغسطس عام 1979 في حي مدينة نصر بالقاهرة. بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة عن طريق الناشئين بنادي المقاولون العرب وهو في سن 6 من عمره، ثم تدرج في قطاع الناشئين إلى أن قرر المدير الفني الألماني للفريق الأول كروجر تصعيده مع الكبار وهو في 17 من عمره. استمر مع فريق الذئاب 7 سنوات، حقق خلالها بطولة كأس مصر على حساب النادي الأهلي موسم 2002-2003. بعدها انتقل للنادي الأهلي ليبدأ فترة جديدة من التألق الكروي داخل جدران نادي القرن الإفريقي. فضل رامي عادل الانضمام للنادي الأهلي بالرغم من العروض الكثيرة التي تلقاها في تلك الفترة بعدما جذب الأنظار إليه وبشدة. حقق رامي قرب من 16 بطولة على مدار 5 سنوات قضاها داخل النادي الأهلي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، تنوعت بين الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري والسوبر الإفريقي، كما شارك في بطولة كأس العالم للأندية مرتين. خلال فترة تواجده داخل الأهلي انتقل لصفوف المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة 1 سنة والمصري لمدة 6 أشهر. رحل عن القلعة الحمراء موسم 2009 حتى اعتزل الساحرة المستديرة من حيث بدأ. انضم في أكثر من مناسبة لصفوف المنتخب الوطني الأول خلال تولي محسن صالح مهمة القيادة الفنية، والإيطالي تارديلي وحسن شحاتة، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن رامي عادل هو أحد أبرز لاعب النادي الأهلي وأندية الدوري الممتاز خلال الألفية الحديثة، لما حققه من إنجازات وانتصارات. احنا طبعا الأمور الخاصة بالفترة الأخيرة من مشواره كلاعب محترف اللي قال وصفها بنفسه الكابتن رامي عادل، وقال انا لفيت كعب داير بعد ما خرجت من النادي الاهلي وان كان له عدد كبير من التجارب، ده كمان خلى الامور تختلط عليا شويه، لان كنت بساله هل انت من اللاعبين اللي اعتزلوا بيعتبر عمرهم يعني قصير في الملاعب، اعتزل في سن مبكره ولا لا؟ قال لي انا لسه بعتبر نفسي ما اعتزلتش، لان انا تقريبا توقفت عن المشاركه في المباريات خلاص يعني من فتره قصيره جدا، وانه ده اول موسم مش هيكون موجود فيه. وقال انه مشواره في الملاعب المفروض انه بيحمل قدر كبير جدا من الخبرات تؤهله لدخول عالم التدريب بشكل سريع جدا وفي مرحله متطوره نوعا ما. ايه رايك في التقرير، محتوى التقرير؟ كنت سامعك بتعلق عليه انه في معلومات دقيقه جدا عنك. هم جايبين فعلا يعني حته بتاعت ان انا صعدت مع كروجر دي، يعني كان مدرب الماني عندنا في نادي المقاولين وانا عندي 17 سنه فدي ما اعرفش جابوها ازاي بصراحه. ممكن اكون قلتها مثلا في حاجه قبل كده ف يعني لا المعلومات كلها شاطرين الناس عندنا. ما شاء الله ما شاء الله، الاعداد الاعداد قويه جدا، اعداد قوي جدا طبعا يعني. في حاجه تانية كنت بتفكر في حاجه في اخر التقرير كده، ايه في مشاكل فيها؟ اصل اي حاجه في الدنيا ممكن نتكلم عنها وتعبر عن نفسك فيها باسلوب هادي، بص غير أنا ما يبقى فيها اي يعني اتعاملت معاها في الوسط. انا من نوع شويه يعني بحب التقدير، بحب التقدير للبني ادم، يعني ما بحبش ان عدم التقدير ده بيزعلني جدا. على طول مشاكلي مع اي حد ان انت يعني ازعل معاك، بص ما ازعلش منك في اي حاجه الا ان انت مثلا ما تقدرنيش او ما تحترمنيش، يعني دي المعامله ما تبقاش بتعكس تقدير الناس لك بالزبط. او خبراتك او بقالك كام سنه في الملعب. انا عندي القصه دي، يعني ممكن واحد يقول لي مثلا ايه معلش يا رامي استحمل ومش عارف ايه وتعالى على نفسك، لا انا ما بعرفش اجي على نفسي بقى في القصه دي خالص. اي حاجه هتمس عدم تقدير ليا او عدم احترام ليا لا ببعد خالص، يعني مش هعمل مشكله، مش هتخانق مع حد الحمد لله، عمري ما بتخانق مع حد، حتى لو ما بس تاخد جنب بتبعد. حتى لو بعمل مشكله انا بالنسبه لي لو هدخل المجال ده هدخله باحترام وبادب اوكي، مش هدخله الحمد لله على اللي انا ما قدرش رامي عادل. الكلام ده وراه سؤال على طول، مين اللي ما قدرش رامي عادل او خلاك بتتكلم في الاتجاه ده؟ لا انا صراحه انا صراحه يعني مش هتكلم في مش هدخل في تفاصيل بالظبط، لا التفاصيل مش مهمه، بس انا اشتغلت في نادي مقاولين شهر وانا اعتذرت عشان انا حسيت بحاجه زي كده، وده طبعا زعلني جدا لان انا
انا يعني انا لعبت في النادي الاهلي ولعبت في النادي المقاولين، بس انا رامي عادل لحد دلوقتي اسمه مرتبط بنادي المقاولين يعني اي حاجه اي حد بيتكلم بيقول في الاول رامي عادل ابن نادي المقاولين، بعد كده النادي الاهلي والحمد لله علاقه الناس الحمد لله فاكراني في النادي الاهلي. انا ببقى ماشي في الشارع رامي عادل بتاع النادي الاهلي والمقاولين او المقاولين والنادي الاهلي، محدش بيجيب سيره اسمك اي اسمك دايما مرتبط، محدش بيجيب سيره اي نادي ثاني خالص يعني. فلا انا كنت مستني طبعا تقدير اكتر من كده من النادي، وفي حاجه معينه مش عايز اقولها يعني ما حصلتش بالنسبه لي طبعا. ناس كتير انا استشرت طبعا ناس كتير قريبين مني جدا بثق فيها، معظم الناس اللي فاهمه الحاله بتاعتي وفاهمه انا لعبت قد ايه وتاريخي ازاي والكلام ده كله، لا قالوا لي عندك حق اللي انت عملته عندك حق فيه. في ناس تانية مش فاهمه ومش في الوسط، وفي ناس انا بعتبرها هم مش طبعا مش يعني طبعا هم خايفين عليا وعايزيني اشتغل واستحمل وكل حاجه، بس انا بعتبر ده حد خواف يعني. في ناس عارف انت اللي هو يقول لك يا عم كل عيش وخلاص بقى واشتغل اللي متاح اعمله يعني، اشتغل وخلاص ومعلش استحمل ومش عارف. انا ما بعرفش اعمل دي خالص. انت لو الفرصه مش حاسس انها هتضيف لك مش هعمل. لو هقعد في البيت مش هبقى زعلان. انا ناس كتير قوي تقول لي طب انت زعلان والمجال الكوره. طب سؤال، لا أنا بيتك المقاولين العرب وعندك مشوار طويل جدا مع النادي ده من النجاح والانجازات اللي حققتها مع زملائك في نادي المقاولين، اعتقد ده يسهل مهمتك فانك تقدر تناقش المسؤولين في النادي، يبقى عندك الفرصه تلتقي بالمسؤول تعرض وجهه نظرك توصلوا لحل يعني. يعني اتناقشت، بص انا هتكلم يعني هوضح شويه حاجات برضو بس مش هدخل في تفاصيل قوي. المهندس محمد عادل ده راجل بحترمه جدا وراجل بحبه جدا وزي والدي، بس يمكن لما انا جيت شرحت له وجهه نظري، انا برضو مش زعلان، هي وجهه نظر في الاخر. انا بقول لك حتى يعني على طول بقول ايه، انا ما بتظلمش يعني، انا ما بعتبرش ان انا بتظلم في الكوره، دي وجهه نظر مدرب. انا شايف برضو ان دي وجهه نظر راجل طبعا بحترمه جدا وبحبه هو، وراجل عقليه طبعا يعني ليه قيمته طبعا. هو فكر بتفكير معين، انا التفكير ده ما نسنيش، انا ليا حق برضو ان انا اختار حياتي يعني، انا اختار اذا كان هوافق على الوضع ده هتبدا منين وهتروح هوافق على الوضع ده بالظبط، هوافق على الوضع ده او موافقش عليه، دي حاجه بتاعتي انا شخصيه. ما زعلتش منه، هو قدرني كده، هو ده كان تقديره لرامي عادل بطريقه معينه في مكان معين، وشفت انها مش مناسبه لك. انا شفت انها مش مناسبه ليا، اعترضت وقلت يا جماعه انا بالنسبه لي الوضع ده مش هيبقى كويس. الناس ما خلاص قالت لي وجهه ده المتاح يعني. وجهه نظرك واللي انت شايفه ومحدش تمسك ولا اي حاجه يعني. بص انا مش عايز اقول نماذج اتعامل معاها ايه ونماذج تانية اتعامل معاها ايه، مش في نادي المقاولين، بره نادي المقاولين. اتقدرت ازاي من الانديه، مش عايز اقول نماذج، فخدوا فرص كبيره. بس انا الحاجه دي زي ما قلت لك انا دي بتزعلني جدا ودي تفرق معايا جدا في شخصيتي. لا يعني طيب واضح التقدير. انك طموحك في الفتره الجايه او اللي انا فهمته من كلامك، صحح لي لو انا غلط يعني، انك عايز تشتغل في الفيرست تيم في الدوري الممتاز مع فريق الفتره الجايه. واضح ان ده الحافز او الدافع اللي عندك اللي هيخليك تدخل عالم التدريب باذن الله، فانك بتدور على فرصه في المجال ده في المساحه دي. ممتاز. بص برضو مش هكذب عليك يعني، ممكن يبقى طبعا انت طول ما انت بعيد عن المجال الموضوع في مدربين كبار بيقعدوا سنه وسنتين وثلاثه في بيتهم يعني. عايز تدخل الجهاز الفني تبقى الراجل الثاني او الثالث في جهاز فريق كبير. لو ما دخلتش دلوقتي، لو الفرصه ما اتاحتش ليا دلوقتي ان انا ادخل في حاجه زي كده، ممكن ادور على حاجه تبقى حاجه اداريه في مجال الكوره، بحيث انت تبقى قريب من المجال. طول ما انت موجود جوه المجال سهل، سهل من الاداري تروح فني، سهل من الفني تروح اداري. انك تبقى مدير الكوره، انت موجود جوه المنظومه، عايز تبقى قريب من فريق الكوره في نادي في الاضواء بالظبط كده يعني. فربنا ييسر يعني، في كذا حاجه كده ان شاء الله. لو في حاجه منه، في حاجات بتظهر. بص انت طول ما انت قاعد بتلاقي تليفون، طب لو حصل كذا، طب يا رامي طب عايز كذا، طب مش عارف ينفع. وفي حاجات اتعرضت عليا كويسه من ناس محترمه جدا، بس حاجات برضو مش هو ده طموحي، مش هو ده اللي انا عايز ابدا فيه. فيعني انا ان شاء الله تكون موفق، تلاقي حاجه مناسبه لك، وباذن الله كمان يعني تثبت جدارتك بيه، انك كمان الناس تقول زي ما كده فرصه اتيحت له شاف انها مش مناسبه له، لا هو اثبت كفاءته في المكان، فاول فرصه تتاح لك في الاتجاه ده ان شاء الله. وبالتاكيد خبراتك هتؤهلك لده وهتلاقي الفرصه المناسبه في اقرب وقت ان شاء الله. كابتن رامي، خلينا نتكلم شويه عن مشوار النادي الاهلي حاليا في البطوله الافريقيه اللي بدا بشكل صعب جدا، ودلوقتي بدانا نتدارك الامور وفي تحسن تدريجي في النتائج وفي الاداء. شايف فرص الاهلي ازاي في دوري المجموعات؟ لا انا شايف الفرص طبعا اتحسنت كتير بعد الماتش اللي فات دوت. انت دلوقتي تاني المجموعه، خلاص الاهلي يعني الناس كلها عارفه النادي الاهلي يعني. الاهلي ما شاء الله عليه، لما يعني بيدخل بقى خلاص بيتحط في المكان بتاعه، حتى لو هو بعيد يعني، الناس برده ما بتبقاش قلقانه، الناس عارفه النادي الاهلي بيرجع في اي وقت.
خلاص الماتش اللي فات ده اداله دفعه قويه جدا، ان شاء الله الماتش اللي جاي ده يعمل نتيجه ايجابيه باذن الله، ان شاء الله هيعمل يوم السبت نتيجه ايجابيه. في ناس كتير بتقول ان دي اهم خطوه بقى، الماتش اللي جاي طبعًا ده اللي يعمل فرق كبير قوي في المجموعه. طبعا طبعا، فباذن الله هيعمل ماتش كويس الماتش اللي جاي دوت. وانا ما اعرفش طبعا المدير الفني، يعني طبعا راجل معروف اسمه طبعا، بس ما اعرفش هو عامل يعني ايه مع اللعيبه في الفنيات وكده، بس الناس كلها بتتكلم عليه كويس جدا، هو راجل كويس فنيا واداريا. ما قدرتش تكون عنه وجهه نظر ايام ما كان متولي مهمه وادي دجله؟ لا 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 ما قدرتش. يعني لا شغلك لا مع فريقك لا لا ما احتكتش بيه قوي وما تابعتش قوي كان عامل ازاي معاهم بصراحه، بس الناس كلها بتتكلم ان هو يعني مدير فني طبعا محترم وقوي، فان شاء الله ان هو يقدر يعدي الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، ان هي فتره برده صعبه، بس الاهلي طبعا قادر ان هو يعديها ان شاء الله على خير باذن الله. فاكر مواقف زي دي مريتوا بيها في البطولات الافريقيه وانت في صفوف الاهلي؟ يعني فتره كنتوا بتبداوا بطوله تلاقوا نفسكم في دروب في اول ماتش او اتنين في النتائج، وبعدين تبدا الاهلي بقى يبدا يصلح اموره الفريق ويبدا يلحق نفسه ويدخل في المنافسه، وتلاقي نفسك بعد كده بتنافس على اللقب وبتفوز باللقب. فاكر مواقف زي دي؟ بس يعني مش فاكر بالظبط السنين، بس اكيد هي حصلت بس قليل يعني. هو برضو الجيل ده ما شاء الله كان بيبقى متفوق من اول الجيل ده المصول. متفوق الجيل ده ما شاء الله متفوق على طول، فكانت يمكن بتحصل قليل قوي قليل قوي. طبعا كان في طبعا بقى اللي هي الحاجات بطوله بتتاخد منك يعني، خلاص خرجت منها. انا البطوله مثلا اللي هي بتاعه النجم الساحلي عندنا في مصر دي مثلا، دي كانت برده صعبه جدا بالنسبه لي يعني، كانت حاجه صعبه جدا النجم الساحلي يكسبك هنا وياخد منك البطوله، فكانت حاجه صعبه يعني. لكن غير كده لا، احنا الحمد لله كان جيل قوي جدا متفوق على طول، ما كانش بيحصل الدروب دوت اللي هو نادرا يعني. نادرا جدا. انت اصلا في الدوري الفتره اللي انا قعدتها لما كنت بتتعادل ماتش كان بقى يعني الفرقه اللي بتيجي تاخد منك نقطه دي كانت بتبقى عملت انجاز يعني. الفتره دي مع الاهلي بالذات الناس كلها فاكراها طبعا، الجيل دوت كان اللي ياخد منك نقطه دوت يبقى انجاز يعني، لان الناس كانت بتقول الاهلي عنده فريقين كاملين كل فريق منهم يقدر ياخد الدوري في الوقت ده. ايوه صح. كان صح حتى البدلاء بقى في منافسه انه كله قريب من بعضه في المستوى، وفي نجوم كمان ما بيشاركوش. انا زي ما قلت لك لا، كان في طبعا اسماء عتاوله بره وجوه، وكان اللي بيلعب ما بيبانش اصلا يعني، انت لو نزلت اتنين دخلوا وسط المجموعه اللي كانت بتلعب دي كان بيبقى زيه زيهم يعني. انا كان في ماتشات مثلا، في ماتش انا فاكره كان في كاس افريقيا في الشامبيونز ليج بنلعب ضد الزمالك في استاد القاهره. الماتش ده احنا تقريبا تعادلنا 0-0 او كسبنا 1-0 مش فاكر. كان الماتش ده احمد السيد، كان عندنا ماتش في زيمبابوي واحمد السيد اتوقف، كان واخد الانذار الثاني او الثالث، ومستر مانويل قال لي من هناك، قال لي يا رامي انت كان ماتش مثلا فاضل له بتاع شهر، قال لي انت اللي هتلعب الماتش اللي جاي اللي هو بتاع الزمالك. جيت لعبت ماتش الزمالك، خرج من الماتش قال لي كده بالظبط، دخل اوضه قال رامي احسن واحد في الماتش. الماتش اللي بعديه انا احتياطي، الماتش اللي بعديه انا احتياطي يعني. انت مهما كنت عملت هو عنده هو قناعه عنده ان ده الفريق الاساسي، حتى لو البديل نزل وشارك وكان مستوى عالي. كان صعب الموضوع، كان صعب جدا. انا بقول لك انك تدخل الملعب وتفضل ثابت كذا ماتش، دي تغير مكان حد. لعيبه كتيره جدا كانت بتدخل الفرقه تلعب لظروف معينه وكانت بتبقى كويسه جدا، وبعد كده بتبقى احتياطي. بياخد فرصته بس في غياب الاساسي في المركز بالزبط. فدي مشكله كانت بتواجهك جدا جدا. اصعب حاجه اصلا لعيب الكوره ان انت تلعب وعارف انت لو انت وحش خلاص انت مش هتقدر تتكلم. عشان كده كان بتنزل اخبار كتير قوي في الميديا او في الصحافه الرياضيه في الوقت ده ان اللاعب فلان طلب جلسه مع مانويل جوزيه، مع مستر مانويل او مع الكابتن حسام البدري او مع الجهاز الفني لتحديد موقفه. كانش يعني كانوا دايما يستخدموا موقف المصطلح ده، يقولوا لتحديد موقفه، بمعنى هو هيشارك ولا لا، والفريق محتاجه ولا يروح مكان تاني الموسم الجديد. هي دي اللي كانت بتحصل. لكن انت تتكلم معاه في فنيات، انا بلعب ليه ما بلعبش ليه؟ لا هو ما كانش بيقبل. ما كانش بيقبل خالص. لا لا ما كانش بيقبل دي. وانا شايف ان ده صح، انت مش هتخلص اصلا، انت عندك. انا فاكر مره المترجم كان احمد عبده، مترجم مع مانويل جوزيه، كان في حوار في الشباب والرياضه بعد ماتش، ففي زميله اعلاميه يعني زميله عزيزه بتسال مستر مانويل على الماتش، هو انت ليه ما غيرتش فلان، او الناس كانت متوقعه تبدا المباراه بفلان. فاتكلمت واحمد عبده ترجم، وبعدين مستر مانويل اتكلم، فاحمد عبده رجع لها، هو بيقول له حضرتك لما تبقي انت المدير الفني بينزلي اللعيبه. ايوه صح. فهو كان مقتنع بكده ان الشغل الفني ده رايي او مسؤوليتي انا وصلاحياتي انا، وان الاعلام دوره يقيم شغلي، مش يقول لي لاعب مين وما تلاعبش مين. يعني كان شخصيته قويه جدا جدا. ومجلس الاداره دايما في الاهلي بيدي الصلاحيات الكامله يعني، بيدي الثقه لاي مدير فني ما بيدخلش في شغله. كان ساعتها كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب يعني كنا بنشوفه ملايل جدا اصلا، وكان الناس مدعماه جدا. ما كانش حد بيعترض على اي حاجه في شغله طبعا، هو الراجل اصلا كمان كان انت هتتكلم معاه في ايه اصلا يعني. بيحقق النتائج. الناس بتقول هو ماشي صح.
عشان كده الاهلي كان بيتعاقد مع اي لاعب يطلبه في الوقت ده يقول لهم انا محتاج اللعيب. صحيح. طيب الاهلي شايف ان عنده العناصر الفنيه المتكامله اللي تقدر ترجعه بقوه للمنافسه على البطوله الافريقيه والحلم العوده لكاس العالم للانديه؟ هل شايف الجيل ده سواء لاعبين مصريين او المجموعه من المحترفين الاجانب تقدر ترضي طموحات وتطلعات المسؤولين وجماهير النادي ولا لا؟ انا شايف ان الجيل اللي موجود ده جيل كويس جدا. بص يا محمد، هو اصلا يعني انت بتدخل جوه النادي الاهلي الموضوع بيختلف تماما. حتى انت ممكن تلاقي فرق فيها لعيبه ممكن يبقى لعيبه مميزه جدا واقوى من اللي جوه النادي الاهلي، بس انت جوه النادي الاهلي لا، الموضوع بيختلف. عندك انت كده ايه شويه حاجات زياده كده بتضاف ليك، بتساعدك على النجاح، بتساعدك على ان انت عندك طموح، انت عايز تكسب على طول. في لعيبه كويسه كتيره جدا بره النادي الاهلي، يعني مش هننكر حقهم طبعا، بس يعني بره النادي الاهلي حاجه وجوه النادي الاهلي الموضوع مختلف تماما. الطموح بيتغير، احساسك نفسه بالمكسب بان انت عايز تفوز على طول ده بيديك طبعا كفاءه اكبر بكتير. فلا، الموضوع اللعيبه اللي موجوده كويسه اصلا، هي اصلا خامات كويسه، وان هي جوه النادي الاهلي لا، الموضوع مختلف تماما. بس يعني هل دايما الانضمام لنادي عنده تخمه في النجوم، في عدد النجوم زي النادي الاهلي، والتطلعات وتغيير المراكز فيه صعب، وانك تاخد مكان في التشكيل الاساسي حاجه شبه مستحيله يعني طالما دايما التشكيل الاساسي ماشي كويس وما فيهوش اصابات؟ هل دي بتبقى ريسك او مخاطره بتواجه اي لاعب؟ يعني شفنا تجارب نجوم زي ابو تريكه، بركات، خالد بيبو، انتقلوا للاهلي وكانوا نجوم وكسروا الدنيا في الاهلي، وتجارب تانية ما نجحتش. يعني لاعب كان باين قوي في النادي بتاعه وراح الاهلي ما خدش فرصه، ما كانش عنده فرصه للمشاركه فاتطفى. بص، النادي الاهلي دي مخاطره مع الانديه الكبيره دايما، انك تروح نادي مليان نجوم. النادي الاهلي ليه بريق كده غريب. يعني احكي لك قصه كده على كابتن عوده. كان زمان كان ماشي كويس جدا مع نادي المقاولين وبطوله افريقيا، وكان واخد احسن لاعب في بطوله افريقيا، وكان مكسر الدنيا قبل ما كابتن محمد عماره يروح النادي الاهلي. فكانوا هم عايزين عوده الاول قبل عماره، فكان ساعتها كان كل حاجه بقى في نادي المقاولين، وكان مشهور قوي، وكانت الدنيا وكان في منتخب مصر ساعتها. فراح كان كابتن ثابت البطل اللي بيكلمه ساعتها، فراح لوالده فقال له لا، قال له لا، النادي المقاولين ده فضله عليك وما تسيبوش وخليك في نادي المقاولين وكده. فهو مش عارف يقول ليه الكابتن ثابت البطل، فراح قال له يا كابتن ثابت انا صليت استخاره وهكمل في المقاولين. قال له يا ابني في حد يجي له النادي الاهلي ويصلي استخاره؟ لا اله الا الله. فاللي هو لا، انا بقول لك يعني لا، هو انا بقول لك طبعا بيقولها على سبيل طبعًا التعبه. طبعا، لكن هو بيقول له ما حدش يفكر مرتين. انا بكلمك ان اي لعيب في مصر بيجي له النادي الاهلي، يعني انت على طول حتى بتلاقي معظم في يعني اهلي او زمالك مثلا لعيب، فاللعيب على طول بيبقى ميال سنه ممكن اكتر للنادي الاهلي، رغبته بتبقى شويه للنادي الاهلي اكتر. حتى لو في لعيبه، انا لما جيت رايح كذا حد قال لي واللعيبه هناك كتير واللعيبه مش عارف ايه، بس انت بقى رايح عندك طموح معين ومركز، ما بتفكرش خالص ان انت بقى اصلا انها محسومه. لو اتعرض عليك الاهلي هتبقى عايز تروح النادي الاهلي. محسومه فوق. محسومه تماما طبعا. كان صلاه الاستخاره طبعا دي طبعا طبعا امر مهم للانسان في كل قبل كل شيء. أكيد. يعني قبل النادي الاهلي اكيد 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 يعني احنا بنلجا لربنا سبحانه وتعالى في كل شيء، وهو سبب نجاح ربنا سبحانه وتعالى. يعني جعل هناك اسباب وعوامل ادت الى نجاح النادي الاهلي ووصوله طبعًا لما طبعًا وصل اليه طبعًا. فده قبل كل شيء. فاحيانا بتبقى بس الدعابه او الثقه في المكان اللي الانسان منتمي له خليه بس يخرج بعيد شويه او يبقى في شطط في الكلام يعني. ففي تجارب زي ما قلت، يعني جالهم الفكره فجات الفرصه بعدها الكابتن محمد عمار، وتجربته في المركز ده مع النادي الاهلي عمل انطلاقه كبيره جدا. انطلاقة قلت كبيرة ان كان جداً. الافضليه في الوقت ده الكابتن محمد عمار بالظبط كده. هما الاثنين كانوا متالقين في المركز ده. كابتن عماره طبعا كان هايل ما شاء الله عليه، يعني كان باك ليفت. هي في الاول في الاخر برضو هي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت ما بتبقاش بايدك حاجه. يعني هو زي ما قلت لك كده، كان مثلا عوده اللي في الاول، بعد كده عوده رفض فعماره دخل. هي كده، هي الكوره كده والحياه كلها كده. طيب يعني. الفترة الجاية هل نتوقع ان هنلاقي الكابتن رامي؟ يعني شايف المؤشرات والاتصالات اللي بتجري معاك في الفترة دي او بتصل اليك، يعني لعروض متاحة بالنسبة لك اقرب لفكرة جهاز الكورة، الجانب الاداري، مدير كورة، ولا الاقرب الشغل الفني؟ التفاوض جاي على حاجة؟ لا، انا حاسس ان هي حاجة ادارية الاول. يعني حاسس ده الاقرب شوية، وبعد كده ممكن بعد كده بقى الفني يجي ان شاء الله يعني باذن الله. لو ما خدكش بقى الجانب العمل في الجانب الاداري ده، في ناس بتكمل في ده. وخلي بالك وممكن ابعد عن المجال خالص اصلا. يعني انا برضو انا عندي شويه تحفظات في المجال، يعني الموضوع بالنسبه لي برضو مش احسن حاجه بصراحه. انا شخصيتي حاسس ان في شويه حاجات كده هتتعبني، يعني في شويه حاجات في المجال ده بالذات ممكن تعطلني شويه.
هتتعود كل يعني مجال المشكلات ربنا ييسر بقى اتاخر بقى بسهوله ان شاء الله. سعداء بوجودك معانا، بنتمنى لك التوفيق في مشوارك العملي بعد نهايه مشوارك الاحترافي كلاعب، وطبعا لك مكانتك عند الجمهور، واسعدتنا بوجودك معانا وواحد من النجوم المتميزين اللي شاركوا طبعا في تحقيق بطولات في النادي الاهلي كابتن رامي عادل. بشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا، انا اسعد طبعا بوجودي معاك. شكرا جزيلا لنجمنا الكابتن رامي عادل، وبنتمنى له كل التوفيق في الفتره الجايه في اي اتجاه بيخوض من خلاله تجربه العمل في الفتره الجايه ان شاء الله. مشاهدينا خليكم معانا، فقراتنا مستمره ولقاءاتنا مستمره من خلال الاهلي في كل مكان، ولكن بعد الفاصل.